عزيزة عليا الحرفة ديالي، ما نقدرش نبدلها وما نقدرش نسلم فيها، حيت هذيك حاجة الحلال. لاباس وليدي، الله يطول عمرك. كان عندي محل لافيراي انا ومولاري، انا وجوجي، شي 56 سنة وحنا في هذه الحرفة، حتى فرقتنا الموت ومات مسكين. ما الحرفة حديد راشي، لمينو راشي، كرتون، كنا ندفعوا اليهودية اللي في زناتها. عندنا كريال ديالنا باقي لدرك، بلاستيك في كريال سنترال، في القيصارية، كريال الكريمات، زنقة 69، رقم الحانوت 7، فيه 200 مترو، 200 مترو عدا السكنات. انا وكانوا نشد الدريويشات الارمالات اللي ما فحلهمش يخدموا معايا، يعزلوا لي لافيري وحده، كيبالوا لي الكارطون تيجي مولاه يديه، كيتريو لي الحديد تيجي مولاه يديه، البلاستيك انا اللي كنشد الميزان، كان راجلي ما كيشوفش، ملي كان كيشوف هو اللي كان شد الميزان، ومني مابقاش يشوف مسكين ولا مقلدني، يقول لي عادك تضيعيهم. الكرتون كنا كندفعوه بديك 12 ريال، لامينو كندفعوه 100 الورقة، ما الكارتير دير 1000 فرانك. طولنا فيها بزاف ودينا عليه وكبرنا من اولادنا وحنينا بها المساكين وعاوننا بها الناس، واللي بغى يدير شي حاجه خايبه كنديروا ليه كروسه ونجيبوه يردوه للطريق. حتى جاو حيدونا، جابوا لينا القروه، جات هدمت لينا كل شيء. استفدنا السكان، الله يخلف على الدوله عطاتنا السكن، ولكن محل العيش ما خديناش. احنا نطلبوا العيش غير نصوروا ما ناكلوا ونشربوا ونعسوا وسط السلعه. جلسنا مات لينا الراجل تفقس، مات الله يرحمه، راه مات في 2016، وبقاو ولادي رجاله عندهم وليداتهم. عندي ولدي مطيع عبد الرزاق، راه هي الحاله المدنيه، شوف شحال فيها من واحد. عندي تبارك الله 10، عندي 6 البنات، وعندي حسين، وعندي نور الدين، وعندي عبد الرزاق، وعندي مصطفى، عاد الخلافه ديال التريكه الوليدات الله يصلحهم. من هذاك الحال من تحيت تسد علينا البيبان ديال الرزق، وما نعرفوا حتى شي حاجه اللي نديروها. احنا معروفين وعندنا العائله معروفه، ما نبغوش نديروا شي حاجه، كنبغيو هذاك الشيء اللي كنعيشوا به. وهاد الحانوت ديالي انا نبغي كنمشي عندهم، يقولوا لي اليوم غتستافدي غدا تستافدي. مني مشيت لعند القايد قال لي عبد الرحمن تقليدك عليا، انا راني عارفك راكي ضايعه في الاستفاده وتقليدك عليا. مني مشيت عندو قال لي ما عندك شيء، ما خديتوش المحل ديال الرزق وديال العيش، ما خديتوش اللي غناكلوا منه ونشربوا منه. رجع ولادي خدموا عليا، بغيتهم يخلفوا لي راجلي، باقى خدامه لدابا، باقى لدابا انا مازال نردوا لي محالي وخدموا لي ولادي. يقدر نسنسى، يقدر راجلي انت ما سخيتش بي، الموت جات من عند الله تبارك وتعالى، تفقس وتبوع الدم، طردت لي القلب هذيك الحريفه هو اللي كيعرفها. صافي انا ولاد ولدي راه ما يباركين، ولدي راه فينا هو بارك بلا خدمه، وهذا يبيع ويشري ويعطيني 1000 ريال في النهار، بارك عليا. انا بغيت لهم المحل ديالهم، حيت ولادي ولاد هنا، زايدين هنا وكابرين هنا وعايشين هنا بالمقاطعه 44 عين السبع، كلهم بالبيضه بالبيضه بالبيضه، حتى واحد ما براني، كل شيء زايد. كان كبير، عندي عرام ديال الكرتون، عندي عرامة البلاستيك، عندي عرامة الحديد، عندي عرامة السركوس، عندي لامينو كنديرو غير في البيت، حيت سلعة قليلة هذيك، ما فيهاش بزاف، ما فيهاش بزاف. يلا تجمع ديك 400 كيلو، ديك 300 هذيك، والشي الاخر كتجمع الطون، عاود نبيعو للناس اللي في الشركات. تنمشي نعيط ليهم انا، وعندي تليفونات هما باقيين عندي الان، باقيين خدامين. ومالي العود، تا العود تا هو كتجمعو، كيديو عندي مالي الفرانات. كتبغي اتساع؟ كان عندي اتساع بزاف، واخا خداو ليا منو، قلت انا خليه يعطيو للدراويش، ما كاين مشكل.
ولكن ضيعوني انا وضيعوا لي اولادي. بقاتش عندي صحه وعندي كلوه وحده والعين ديالي ديرها لي راه وري ديك اللي باغا ندير بها العمليه يا وليدي. هيا شتيها هيا هيا العمليه اللي باغا نديرها في 20 غشت.